وكان صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة قد افتتح أعمال الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وخلال كلمته الافتتاحية أكد أمير دولة الكويت أن مجلس التعاون أثبت منذ انطلاقه أن دول الخليج قادرة من خلال تكاتفها وتلاحمها على تحقيق رخاء شعوبها وصون استقرارها وتحقيق أمنها. يجسد جمعنا المبارك الذي تستضيفه دولة الكويت تجسيدا مشرفا لوحدة الصف ومثالا مشرقا لقوة الاتحاد والتلاحم والتكامل وانعكاسا دقيقا لإيماننا الراسخ بضرورة تعزيز وتوحيد العمل الخليجي المشترك من أجل مواكبة التحديات الناجبة عن تسارع الأحداث الأقليمية والدولية وانعكاساتها والارتقاء بمجالات التعاون نحو آفاق أوسع تلبي تطلعات شعوبنا وطموحاتها وتحقق هدفنا المنشود ألا وهو ضمان ازدهار دولنا في محيط يعمه الأمن والأمان والاستقرار